عمري 7 سنين بدرس روبوتات، وفي تانية ابتدائي بمدرسة منارات. وأنا جاي أعرفكم على حاجة النهاردة. حد شاف روبوتات من قبل أو يعرف معلومات عنها أو يدرسها؟ وهي ممكن تستخدم في مجالات كتيرة، الروبوتات مجالات كتيرة زي الهندسة والطب والطبخ. وأنا وهقول لكم على الطبخ اليومي، هي ممكن تعمل حاجات كتير في الطبخ اليومي، زي إن هي تعمل أكل هيلسي ما تتعبش الأمهات ويبقى مفيد تخلص بسرعة ما تتعبش، وبرضه كده في المطاعم. وأنا أكلمكم برضه عن الطب، بإن هي ممكن تستخدم في الطب زي إنه بابايا مثلا يعمل من مصر لواحد في أوروبا عن طريق الروبوتات. وأنا جاي أحكي لكم حكاية صغيرة جدا جدا. إن مامتي الشهيدة الدكتورة رغدة أحمد الدخخني اتوفت في كورونا، وكنت نفسي أبقى كبير شوية عشان أصنع روبوت وما تتعديش من أرواح الناس المرضى، وبحب وكان ليا شغف جدا كبير بصنع الروبوتات. وبحب اشكر عيلتي وبابايا ومامتي وجدي وجدتي، واشكر تيدكس، واشكركم كمان على متابعتكم، واشكر الدكتور وائل، وبشكركم. واتمنى ان انتوا تدرسوا الروبوتات وتخلوا اطفالكم يدرسوا الروبوتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da 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 da.